يلا يا مان، النهارده بعد ما خلصنا الكورس ان شاء الله بتاع المهندسات، عاوز اطبق تجربه عمليه واشوفك فهمتي ولا لا. هنا اي ونت الايه احمد بيكلم علي، فقال له في محادثه هنا اللي بيكلموا بعض، وبيقول له علي، قال له اي ونت تو ذا زو يسترداي، انا ذهبت حديقه الحيوانات امبارح بالعربي. هتسالي تقول له ايه؟ اين ذهبت ايه؟ امس. ها، اول حاجه احنا قلنا بنكرر السؤال، بنجيب ايه؟ اداه ايه؟ استفهام. بعد كده مين؟ مليني يلا. فعل مساعد. ها، فاعل. ها، فعل اساسي. برافو، تكمله. هنا انت هتسالها مين؟ المكان هو مين؟ تو ذا زو. تشطب عليها وتقولي اين انا ايه؟ وير. ها، هتجيبي فعل مساعد ايه؟ ليه هتجيبي ده انت؟ عشان ده ايه؟ وانت ايه؟ مش سامع. برافو عليكي، يبقى وير ديد. هات الفعل المساعد. الفعل بتاعك مين؟ ليه؟ لان اي هتحول لايه؟ برافو عليكي، يبقى وير ديد يو. فين الفعل الاساسي؟ ليه؟ ايه ده، انا جبت وانت دي راحت فين؟ حولتها للمصدر، لان وانت ده ماضي، ودي ديد عاوزه فعل فين؟ مصدر. يبقى وير ديد يو جو. التكمله يسترداي. اللي بعدها بقى انت اللي هتشرحي لي وتقولي انت عملت ايه. ها، احمد سال علي سؤال وقال له اي ونت باي تاكسي، انا ذهبت بالتاكسي. بس السؤال بالعربي ايه؟ كيف ذهبت؟ كيف ذهبت؟ هتشطب على مين؟ باي تاكسي. باي تاكسي، علي صوتك. هنا باي تاكسي وسيله مواصلات، تجيب ايه؟ هاو. وسائل المواصلات بنسال عليها بهاو. برافو عليكي، هاو. ليه جبت ديد؟ عشان وانت في الماضي حولتها، بجيب لها فعل مساعد ايه؟ ديد. ها، يو. ها، جو. ليه برضه؟ لان ديد عاوز المصدر جو، يبقى هاو ديد يو جو، كيف ذهبت. اللي بعد اقراي كده. اي ونت ويز ماي فاميلي، يعني ايه؟ انا ذهبت مع عائلتي. يبقى هتسالي سؤال تقول ايه؟ مع من ذهبت؟ العيله. عاقل، العاقل ياخد ايه؟ هو. برافو عليكي، فعل مساعد ديد، عشان برضه في الماضي. ها، احول اي ليو. ها، ديد تاخد وينت ولا جو تاني؟ جو. واكمل الجمله اللي هي مين؟ ويز. برافو عليك. رايح للسؤال. ديد يو انجوي، بيقول له هل استمتعت؟ هل انت استمتعت؟ فهيجاوب يس او نو، لان ده سؤال بايه؟ هل. نجاوب نقول ايه؟ يس. اي ديد. عمليه مقص، يس اي ديد. طب لو انت ما استمتعتيش؟ نو. تبقى ايه؟ نو اي ديدنت. يا ليلى، بعد ما خلصنا الكورس ده انت استفدت منه ولا ما استفدتيش؟ استفدت ايه؟ عرفت تعمل ايه في المحادثه؟ ان انا قولي لي كده اتعلمت ايه؟ سؤال جميل، ازاي اغير الماضي المضارع الماضي؟ ازاي، لا، ازاي احط اداه استفهام؟ ازاي اجيب الفعل ايه المساعد؟ ازاي اجيب الفاعل؟ واتعلمت ازاي تكوني السؤال وتجاوب على ايه؟ السؤال. وخدت السؤال كمان بايه؟ بهل، اللي هو تجاوب بيس او بايه؟ بنو. سقفوا لي يا اولاد.